السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المشاهدين بولاية المنيعة، طبعا من أمام مقر بلدية المنيعة، متواجد مع الأخ الزاوي اللي العديد من المرات رانا نشرنا عليه، يعني المتشرد هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. حاليا رأى الأمطار تسقط، راكم تشوفوا راه متواجد في وسط الجنينات. نتمناو إن شاء الله من المسؤولين يعني اللي قلب مدرة الإنسانية أنهم يلقوا لي بلاصة وين يرقد وين يبات. سبحان الله، يعني ها تحت شجرة يبات ويقيل وهذه هي حياته. ومن هذا المنبر أيضا أشكر المحسنين اللي راهم مطلين فيه من الغذاء من العشاء من الفطور، ربي يحفظهم إن شاء الله. ندائي وأعيد وأجدد ندائي المسؤولين يوجدوا لهم يلقوا طريقة لهذا الإنسان هذا اللي متواجد هنا على مدار سنة، يعني سبحان الله سنوات هذا المدعو الزاوي راه مريح. لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.